السلام عليكم، كديرين؟ لاباس عليكم. نتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا لا فيديو في احسن حال واحوال باذن الله. اليوم جبت لكم واحد تشكيله هكا بالورق الفيلو، يعني معسلات رمضان، ودبت تشكيلات بالورق الفيلو مع اللوز بقلاوه، ان شاء الله تعجبكم وتنال الاستحسان ديالكم. يلا على بركة الله نبدا. عندي هنايا واحد 500 غرام تاع اللوز اللي درتو في الفران وحمرته شويه باش يجيني هكا مقرمش وزوين، وغادي نطحنو مع 3 ملاعق ديال السكر وملعقه صغيره ديال القرفه. ونطحنو حتى يولي عندنا واحد القوام ديالو يكون ما مطحونش مزيان، واحد العقده، ماشي عقده كيما يكون بحال مهرمش، ولكن يكون باقي فيه شويه طريفات، يجي بحال هذا الشكل، هذا ماشي مرحي مرحي مزيان، يعني تجي باش يجيني داك القرمشه في اللوز. عندي هنا ماء الزهر، وباش غادي ندير عندي تقريبا ليا نص كاس ديال الكاس العنبه، وثلاثه المعالق ديال الزبده سائله، زبده نوازيت اللي درتها فوق في الماء في الكاسروله وخليتها تتحيد في هذاك الماء اللي تيكون في الزبده، وديك الكشكوشه اللي تتكون تبقى لي غير ديك الزبده بحال غادي نصيبو السمن. المهم تبقى تتحيد داك الماء كامل، المهم الخليط يجي بحال هذا الشكل. هذا تناخذ ورق الفيلو ونبداو بالتشكيله الاولى، غادي ندهنوه بديك الزبده اللي عندنا، غادي ناخذ اللوز ونديرو ليه بحال هذا الشكل، وغادي نجمعوا الجوانب بحال هكا، تيجينا بحال المقروط ولا تيجي بالشكل ديالو زوين، وفي طبقات ديال الفيلو ووسط منهم اللوز. نحاولوا نقطعو وميمطو نحطو في الطاولة اللي غندخل الفران، شتو كي تيجي؟ تيجي طبقات صغيون بزاف، المذاق ديالو هائل. نحاول نلصقهم شوية باش ما تخرجش لينا ديك العمارة ديال اللوز، نخليهم متقاربين. غادي نديرو نعود معاكم تشكيله. انا خديت ثلاثه الوراق تاع الفيلو، كما العاده تندهنو بالزبده، صافي تنجمعوا لي كيما قلنا في الاول هكايا الجوانب، نحاول ندهنوا هذوك الجوانب شويه، صافي تنستمروا في نعملوا فيهم بحال هكا. هنا دهنتهم بالزبده قبل ما نقطعهم باش تجيني سهله. تيجي بحال طبقات، تجي داك الفيلو الوسط طبقات ديالنا، تيجي زوين في المنظر اوسي. هنا غادي ندير لي سيكار، قطعت الورقه على جوج، بعد ما دهنتها بالزبده نحاول ندير اللوز في الوسط
باش نجمع الجوانب على هذا الشكل. تنبقاو تنلويو بحال هكا وتنقطعو حتى نوصلو القد اللي بغينا، تنقطعو وتنكمل تندير هادو. غير انا وريتكم غير الافكار، نتوما ديروا اللي بغيتم ما شاء الله. انا غير وريت لكم يعني شنو ممكن نديروا بهاد ورق الفيلو. حتى البريوات ان شاء الله غادي نجربهم معكم، يعني غادي نحط لكم الفيديو ديال البريوات، تيجيو فيه البريوات زويونين. خاطر يتقطع هي الورقه الفيلو. الا تلاقيتي مع شي ورقه ماشي هي هذيك، ديك الساعات تتندمك. اما الحمد لله دابا انا لقيت ورقه مزيانه ما تتقطع ما والو، ولكن بارفوا تتلقايها كلها واخا تتفردت، يعني تتحاولي هي تتشود ملي تدخل الفران، تتولي تدهني غير بالزبده هي اللي تتقادها. هنا غادي نديرو بحال الطريقه العاديه ديال البقلاوه، تنديرو اللوز في الجنب و تنبقاو نلويو بحال المحنشه على هذا الشكل. هذا تنحيد الجوانب اللي خاويين، صافي تنقطعوهم نفس العبار. ندهنوهم بالزبده، ندخلهم الفران، نحطوهم في التحت حتى يبداو يتحمروا لينا، عاد نطلعهم الفوق باش ونقصوا عليهم العافيه باش ياخذوا داك اللون الذهبي ديال البقلاوه. هذه التشكيله، عندي السيجار، عندي هذاك، وهنا ملي خرجت من الفران ديريكتومون تنخوي عليها العسل. يعني تنخليو فيها العسل ليله كامله بحال هكا حتى تتشرب مزيان، تيجي المذاق ديالها رائع وشابع عسل ومقرمشه، والله العظيم الا المذاق ديالها تيجي زوين بزاف. هاد تتبقى وقت طويل يعني تتخسر ما والو. ان شاء الله تعجبكم وتجربوا، ديروا اي تشكيله بغيتوا، اي وحده سهله ممكن تجربوها. ناخذ شوفوا داك السيكار كي تيكونوا يعني عامرين باللوز وداك الشيء محمرين وشابعين العسل، والاخر اللي تيجي طبقات يجي زوين بزاف. انا غنخليهم ليله كامله بحال هذا الشكل في العسل. هنا بغيت غير نوريكم يعني الاشكال اللي درت هما هادو. تجي بحال هكا، شوفوا يعني معسلين مقرمشين، مذاق ديالهم زوين بزاف. ان شاء الله يعجبكم هاد التشكيله هادي وتجربوها، والا عجبتكم ما تنساوناش دائما من لايك والكومونتير باذن الله. هادي شي تجيو مقرمشين، شوفوا ديك الغرقه كي تجي زوينه بزاف. نشوف محنشات وسي جربتهم تيجيو زوينين. يشرب العسل وساهلين، يعني ما فيهم لا شي حاجه صعيبه لا والو، دغيا تيوجدو نص ساعه
اكثر توجدي فيها التشكيله. هنا عندي الورقه فيها غير 400 غرام ودرت هذا.